السلام عليكم متابعي قناة أستيو شانيل ديجيتال. في هذا الفيديو الجديد اليوم ما غاديش ندير لكم مراجعة وما غاديش ندير لكم تقديم. اليوم جيت بغيت نوريكم واحد الطريقة ديال واحد القضية اللي ولات عندنا منتشرة ومنتشرة بزاف، هي أننا كندخلوا المجموعات. المجموعات متنوعة، تقدر تكون ديال القرآن، تقدر تكون ديال الرياضة، تقدر تكون ديال القراءة، تقدر تكون ديال ثقافة عامة، تقدر تكون أي حاجة. هي اللي كيخليونا بكثرة الوثائق اللي كيجيونا بها والصور والأوديوات، التليفون كيعمر لينا. دابا كاين واحد الطريقة الوحيدة اللي عندنا اللي تقدر تخلي هاد المجموعة ديال الصور والوثائق والأوديوات أو لي ميديا أون جينيرال، تقدر تخليهم في الواتساب، ما غيدخلوش لو ستوكاج ديال التليفون. الا دخلوا لو ستوكاج ديال التليفون غادي يعمر. اش غادي نديرو؟ كيف ما كتشوفوا اعزائي، غادي ندخلوا للواتساب. انا عندي بار اكزومبل هذه المجموعه اللي سميتها مون باك. اش كندير؟ هادو كيوصلوني منها لي نوتيفيكاسيون بزاف. اول حاجه كندخل ليها، كنديرها كما كتشوفوا، غنجي غندير انفو دي جروب، غندير الفيزيبيليتي ميديا. كما كتشوفوا كتلقاو ثلاثه ديال الاحتمالات. اش كيقول لك هنا؟ افيشي لي ميديا ريسيمون تيليشارجي دون سيت ديسكوسيون دون لا فوتر تليفون. اول حاجه ملي كتيليشارجي الواتساب اش كيدير لك؟ اون فوا كدير كيعطيك بار ديفو لي غالري كيمشيو كيمشيو ستوكاج. علاش؟ معلاش ما دايرينليش شنو دايرينلكم؟ لان الاغلبيه ديال الاصدقاء عندنا والمتابعين يقدر يستعمل الغالري ويبغي التصاور ديالو يمشيو، كتطلع لك بار ديفو، يعني ما تحتاجش انت تقلب عليها. الا بغيتي تكونفيرميها كتجي كدير هنا وي. اون فوا كتكونفيرمي صافي، كتبين على انك باغي هاد الصور اللي غيوصلوك من المجموعات وهاد الاوديوات الوثائق خاصهم يمشيو للغالري. تالت حاجة وهذا هو اللي درت عليه الفيديو، هو انه كدير نو. اون فوا كدير نو اش كيديرو؟ لي ميديا اللي عندك اللي هما التصاور والاوديوات والوثائق ما كيبقاوش يمشيو للستوكاج ديال التليفون عندك. اش كيديروا؟ كيبقاو في لابليكاسيون ديال الواتساب. مي كتبغي شي تصويره ولا شي اوديو كترجع للجروب او الشخص اللي كتراسل معاه وتشوف لي زوديو ديالو، كدير اوكي. دابا من درت فيزيبيليتي نو كندير اوكي. دابا ما عمرهم باقي يمشيو للستوكاج. باش كتعرف هذه القضيه، من اون فوا كتوصلك شي حاجه ما كتبقاش تدخل اوتوماتيكمون. هذه اول حاجه هنا باش الافاده فقط، كاجوتي اون ديسكريبسيون او جروب. باش ناجوتي اون ديسكريبسيون او جروب بحال شي مثال ولا شي قوله عزيزه عليك، تقدر ديرها هنا. اون فوا كتكتبها كتطلع عند الشخص اللي عندك اللي عنده الواتساب ديالك ولا هذه، كتبقى تطلع بحال اي قرانيه او مثال او قوله اللي بغيتي. الحاله الثانيه هو انه لا نوتيفيكاسيون او مود سيلونسيون. مود سيلونسيون شكون؟ اون فوا كتاكتيفيها كدير شحال بغيتي كتاكتيفي هذا المود سيلونسيون، واش 8 سوايع سيمانه توجور، انت كدير سيمانه هاد اكتيفاسيون او مود سيلونسيون. بمعنى انه انا من هنا لسيمانه هاد الميساجات اللي كيجوني في هذا الجروب سيمانه ما غاديش نبقى نشوفهم، غيبقاو يوصلوا ولكن ما غتبقاش تسمع تي 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 ياك. بمعنى يعني كديزاكتيفي لا سونوريزاسيون ديالها. الا كنتي باغي تاكتيفي لا سونوريزاسيون كتجي هنا كتيوتيليزي لا نوتيفيكاسيون، باش اون فوا كتجي كيطلع لك في هاد لي نوتيفيكاسيون اللي كاينين بحال هكا، وكدير الفيبرور وكدير اش من اغنيه بغيتي على حساب الحاجه ديالك مثلا الاغنيه صافي كطلع. عاد هاد لا فيزيبيليتي مي كنجي لهنا كما وريتكم، بقول الهدف هو انا كما كنجي الفيزيبيليتي ميديا. من درنا هاد القضيه ديال نو كنجيو لهنا كنديرو ميديا دي جروب. اون فوا كنديرو ميديا دي جروب، ها هما لي ميديا هنا كيجيونا التصاور لي دوكيومون هنا لي زوديو لي ليا اللي كتصيفط. هذا كله ما يتعلق بهذا الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.